نسولكم اخوتي المغاربه، واش الحسن الثاني الله يرحمه واش ذكي ولا ماشي ذكي؟ عختاروا دابا حنا باش كبرنا الثقافه اللي بيناتنا كنقول الحسن الثاني عبقري صانع المغرب الحديث. الحسن الثاني كان سياسي ذكي، كاين ولا ما كايناش؟ السؤال الثاني في نفس السياق، دابا الحسن الثاني واش ما كانش عارف عمر الحضرمي مجرم منين قال ان الوطن الغفور الرحيم ودخله ولا عامل ولا والي كيمثل الحكومه وكيمثل الملك؟ سؤال اخر، دابا الحسن الثاني الله يرحمه ملي عارف واحد السيد مجرم في حق البلاد والوحده الترابيه وقتل له المواطنين ديالو ودقدقهم له، واش حسن الثاني منين جا وعطى داك الموقع الحساس لهذا الشخص اللي قتلوا المواطن، واش الحسن الثاني ضحى ديك السعيك بالوطن؟ واش حسن الثاني الدماء ولات عنده رخيصه ديال المواطنين؟ واش حسن الثاني ديك السعيك ولا كيخدم الاجندات اولا كان كيفكر بمنطق اخر؟ بغيتكم اخوتي المغاربه غير تلقاو شي اجوبه لهذه الاسئله. السؤال الاخر الذي لا يقل له اهميه، الحسن الثاني الله يرحمه واش النهار اللي قالوا له تازمان مارت واش قالوا كاين تازمان مارت؟ قال لا توجد تازمان مارت. واش كان شي واحد في النخبه في المغربيه يقدر يعترف تازمان مارت ديك السعيد اللي هضر كيتسمى خائن يخدم الاجندات الخارجيه؟ لا توجد تازمان مارت. ومن بعد اعترف الحسن الثاني الله يرحمه بوجود تازمان مارت. الكتاب ديال جيل بيرو صديقنا الملك، عقلتوا الاحزاب كيفاش ردت عليه النخب انذاك المخزنيه واحزاب سياسيه كلها هجمت جيل بيرو وتكرفصت على جيل بيرو واعتبرت ذاك الكتاب فيه وفيه وفيه وفيه. ومن بعد الكتاب ديال جيل بيرو جا الانفراج وجا العفو وجا 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 وجا. دابا انا بغيت غير نسولكم اخوتي المغاربه، دابا شحال واحد تيكون مزوج المراه ديالو وكتكون المراه ديالو ماشي مزيانه وبيناتها عنده معها وليدات وما كيطلقهاش، واش معنى هذاك السيد معناه على انه ماشي راجل؟ واش معنى انه ضعيف قدام ديك المراه؟ بالعكس، احيانا الانسان راجل كيعيش مع امراه من اجل وليداته حفاظا عليه كيضحي بحقوقه كيضحي بشي حق ديالو خنضلو مع ديك المراه، او للعكس بعض المرات كتكون مع شي راجل دون المستوى ولكن من اجل وليداتها ما بغاش تفركتهم كتصبر على حقوقها كتبقى عايشه. ديروا هذا المنطق هذا في العلاقه ما بين هادشي اللي واقع اليوم في المغرب. انا ما نقولوش اسيدي داك اللي ضد عمر وضد سليمان، علاش عجبتكم هاد الهضره؟ شفت واحد الهجوم اليوم بعض المحامين، اليوم كنشوف واحد جوج محاميات تفرجت فيهم اليوم خرجوا بجوج قنوات كيهجموا مزيان والمغرب زوين داكشي بحال كيما كان الموقف كيما ما كاينش تازمان مارت وجيل بيرو تقريبا نفس فكرني في داك المشهد. ولقيت عاوتاني صحفيين مغاربه كلهم تيكتبوا المبعوثه ولا المساعده ديال الخارجيه الامريكيه جات للمغرب وكتقول الحكم الذاتي وتدعي مشروع الحكم الذاتي في المغرب واندحار الاوروبيين خسروا الاوروبيين. بغيتكم اخوتي المغاربه ها العار ايها الصحفيون ايها المحاميون ها العار ها العار الى ما وقفوا مع بلادكم، ها العار لما وقفوا مع الوطن، ها العار لما وقفوا مع المغرب، ها العار لما وقفوا مع المغرب. راه هادشي اللي كديروه قسما بايات الرحمن راه لا يخدم سوى مسؤول او جوج ربما اخطا في تدبير ملفات وكيجمعوا المسؤول مع الوطن. ها العار هادشي اللي عطيتكم من عطيتكم تازمان مارت هادي راه درس، من عطيتكم جيل بيرو هذا راه درس، من عطيتكم الحسن الثاني كيفاش اغفر على عباد الله قتلو ما قالوش شي واحد لا كاينه المصلحه العليا، انا عندي واحد الارض ها هي ديالي تيتخ ملكيه خاصه حقي، جات عندي الدوله المغربيه قالت لي ارى هاد الارض ما بغيتش نعطيها لها حقي، واش غنقول الدوله ملك خاص؟ اي ملك خاص وعندك شهاده ملكيه وغتاخذ هذه الدوله صحه صحة صحة وسير للمحكمة الإدارية ولا سير خذ تعويض، المهم هذه الأرض غناخذها. علاش؟ لأنني أنا دولة عندي المصلحة بانت لي المصلحة في هذه الأرض ديالك، أنت عام مصلحة خاصة أنا عندي مصلحة عامة أكبر منك. بمعنى آخر أخوتي المغاربة راه فيا دابا ندير واحد النقاش نشد كل ملف ديال عمر وسليمان وتوفيق وندير فيه النقاش ونتقلقل ونغازل ونشد كل ظروف المحاكمة ما باغيش ندخل في التفاصيل. أخوتي المغاربة هذا الإنسان اللي قبلتكم أنا اللي قبلتكم تظلمت ظلم ما بعده ظلم، كاين شي واحد يبقى يبسطها لي ظلم، ما مشيتش للمحكمة الأوروبية، ما مشيتش يا خوتي للأمم المتحدة، هذا حقي ياك تظلمت، علاش تنازلت على هذا الشيء؟ من أجل بلادي من أجل الوطن، كان ممكن نمشي للمحكمة دابا وداعي الدولة وداعي كذا، وماشي شغلي يا خويا، ماشي شغلي، ياك أنت واحد المحامية استنت لها قبيلة كانت كترافع عليا كتقول أنا معتقل المهدي من أجل رأيه، واليوم كتهضر كنسمعها كتقول المغرب ما فيه حتى شي مشكل، حنا مستهدفين، عندنا حقوق الإنسان والمسار كتناقض. ياك انت كتقولي انا معتقل وعاني حاله في المغرب، انا خصك شنو قلتي للدوله المغربيه؟ قولي لها الدوله هذا المهداوي ظلمتيه
تصالحي معاه ولا عوضيه ولا نصفيه مثلا، لا سمحتي في حقي وبحكتي كترافعي عليا كتقولي الدبابات ما كيناش وكذا، واليوم كتركبي فم اخر ونسيتي بحال اللي ما كاين والو. وهذه الدوله ما تغلطش في واحد، ماشي راه 10 الناس تقوليش انت واحد ولا حاله ولا جوج كما كيبغي يبسط. واش واحد القاضي ظلم؟ واش لا الاستاذ ما ظلموش، حتى الدجاجه ما نظلموهاش، والقط ما ظلمناش نوض القيامه، حقوق الناس هذا سمحوا لينا، هذا هو المنطق. كيبغي يصلح واش قاضي ظلمك انت ولا غير دبابه غنجمعوا؟ لا ما كاينش الظلم، ما خصوش يكون. وهذوك القضاه اللي ظلموا في الدبابه فينا هما؟ هضرنا معاهم ولا شفناهم؟ فخصنا نكونوا موضوعيين اخوتي المغاربه انطلاقا من هذه الفلسفه. انا انسان تظلمت، ما مشيتش للمحكمه الاوروبيه، ما مشيتش للبرلمان، وما دولتش الدوله ديالي، ضحيت. ها انا ضحيت، سمحت في حقي، انا سمحت في حقي من اجل بلادي، من اجل الوطن، من اجل المغرب. ما بغيتش المغرب نمشي ندول، هذا رايي. واحد اخر مشى للامم المتحده من حقه، ماشي خائن، كله طريقته. ولكن هالمهداوي انا سمعت في حقي من اجل بلادي، ما بغيتش نمشي للقضاء الاوروبي ولا القضاء الدولي. تصارعت هنا، ظلمني القضاء المغربي، هنا جالسه. اذا ها هي التضحيه. اش بغيت نقول بهذه الهضره؟ علاش كنعاودها؟ باش حيت بعض الناس راه كيبغيو. شنو بغيت نقول لكم بها؟ الناس يصبروا من اجل الوطن، المهداوي يصبروا حقه من اجل بلاده. واحد نفترضوا سليمان، نقول لك اسيدي انتم ما يفاش من فبراكه وكذا، احنا عندنا الصحراء المغربيه، عندنا مشكل قد السخط، كلفنا اقدم ربما شي 60 عام دابا، عطلتنا الصحراء، خرجت علينا، عطلتنا التنميه. 35 مليون مغربي كيأدي الثمن ديال الملف في الصحراء. واش انا تجيب لي واحد صحفي ولا جوج ولا مسؤول ونضحي بمصالح 35 مليون باش نرضيهم؟ زعما العداله باغي نصفو زعما المحاكمه؟ حنا دوله ذات سياده. الاستاذ حسن الثاني ماله؟ ما كانش كيفكر في دوله ذات سياده ولا على الحسن الثاني يمكن كيتفاعل مع المؤسسه الدوليه؟ والحسن الثاني منين حط المغرب ورسم له موقع في الخريطه الدوليه وعلاقات دوليه على مال الحسن الثاني؟ ماله ما كيفكرش ولا من هاد الناس؟ بغاو اليوم يجيبوا لنا واحد الفلسفه خطيره. الحسن الثاني ملي تسامح معاه ان الوطن غفور رحيم، ماله؟ ياك ما خان بلاده الحسن الثاني ولا ضعاف قدام البوليزاريو ولا صحاب. ان الحسن الثاني كان كيوعى على ان هذا الملف كيهلك الاقتصاد المغربي والسياسه ويحكم على الاجيال، بغى يلقى حل. الحسن الثاني كان كيقلب على حلول وصدقت له، وكانت اكبر ضربه ضرب الحسن الثاني الوطن غفور رحيم، شتت لهم الشمل بمعنى من المعاني. واليوم نجيو حنا نقولوا بقاو نجبدوا حالات عمر محاكم ونواجهوا البرلمان الاوروبي. الخارجيه الامريكيه شنو زعما؟ واش الخارجيه الامريكيه شكون الخارجيه؟ فيها الكونغرس، فيها الجيش، فيها قرارات. الكونغرس شنو كيقول؟ كيهضر على حقوق الانسان في المغرب. الكونغرس غضبان من المغرب الامريكي، ما كاينش توصيه ديالو. وقولوا لنا عاود ثاني التوصيه منين جات؟ الخارجيه الامريكيه شنو قالت؟ ما اعتبرتش حقوق الانسان المغرب خصو يراجع. علاش المغرب ما بغاش يتفاعل مع امريكا؟ علاش فين هو الموقف ديال الصحراء المغربيه اللي قال ترامب؟ علاش بايدن تراجع؟ وكل وين المغاربه يا النخب اللي كيبغيو الوطن. الملك قال اريد الحق ولو كانت قاسيه، وخصنا نقولوا الحقيقه واخا تكون قاسيه. انا راه كنالم بهذه الحقيقه بعض المسؤولين في البلاد، انا عارفه، ولكن كنالمهم ماشي باغي نالمهم، لا من اجل الوطن. لان الملك قال لي اريد الحق ولو كانت قاسيه. عمر الخطاب قال يا قوم اني قد وليت عليكم، ابو بكر الصديق، فان احسنت فقوم وان اسات فان احسنت فاعينوا وان اسات فقوموني. راه خصنا المغاربه اللي يكون فيهم كلمه الحق اخوتي. هادشي اللي كيدار اليوم راه ماشي مزيان، ماشي مزيان، ماشي مزيان. ونعطيكم على فكره واحده، انت يا ما كتبغيش وعي يهضر لك على القضاء المغربي الامريكي، علاش من الهضره الخارجيه الامريكيه ما خرجش البرلمان المغربي؟ علاش ما حيحتوش؟ سؤال. ونعاودها لكم، عندنا امريكاني وعندنا فرنساوي، صافي؟ انا مغربي اسمح للامريكي ان يتدخل في قضائي، انا مغربي لا اسمح للاوروبي. وهذا مقبول؟ واش هذا مع هادي؟ ما بقاش كنهضر بزاف. علاه ملي قالت امريكان خاص يخرج سليمان فورا والتعويض ما قالهاش؟ ما قالتهاش ميريكان. شكون اللي جاوبها؟ جاوبها جمعيه قضائيه. وغنقول لكم واحد القضيه على القضاه المغاربه، كنحترمهم بزاف وربي شاهد عليا بصرف النظر واش ظلمني فيهم واحد، وكنحترم مؤسسات السلطه القضائيه، لانني عارف المهام اللي كدير وكاين قضاه. ولكن واش القضاه؟ ابو بكر الصديق قال نقدر نغلط، ابو بكر، عمر لو عثر الدابة في العراق، حيت حنا عندنا في المغرب ما تهضرش مع القضاه والمسؤولين، تيقول لك لا كتضعف. حنا الخلفاء الراشدين تيقول لك انتقدوني، نحن الاسلام دين الدوله، والمسؤولين اللي ماشي الخلفاء الراشدين لا انتقدتي، تيقول لك لا كتشوش، لا كتبخص. عندي راه مسكين المغرب، صحافي وكتبخص وما تهضرش معايا يا صاحبي، عرفتي كيديروا لك واحد الطلاميص ما تهضرش معنا. دابا السلطه القضائيه كنحترمها انا في المغرب، انا قلت لكم كنحترمها. قول لي عاوتاني بحال بعض الدجالين لا كتقول هكا باش تغطي على هكا، كيبغيو يبخصوا ديك الهضره ديالي بهذا زعما راه انت المهداوي وحنا ما بغيناش نمشيو للمحكمه الاوروبيه. دابا تيديروا معايا جميع الطرق باش كلامي يفرغوه من اش كدير هكا البوز، كدير هكا باش تدوز هكا باش تدوز الموقف، كتكون كتبخ، كدير كتعض راسك. المهم حامقا هضرتي يخوها من اي طريقه من الطرق. غادي غنسولكم دابا، البرلمان دابا القضاء مجلس على السلطه القضائيه المحترم
واش عنده الحق يقول ان محاكمه عمر ولا سليمان محاكمه كانت عادله؟ نسولكم سؤال، انا هو القاضي المغربي في محكمه النقد، اعطيني الملف ديال سليمان وعمر، هما باقين دابا كيدوزوا. إن انا شفت الرئيس ديالي المجلس على السلطه القضائيه قال لي انها محاكمه عادله. دابا ملي غنمشي انا كقاضي النقد وبغيت نولي نعيد نطلب الطلب ديال النقد اللي دار عمر، واش انا قاضي غنولي ضد السي عبد النباوي؟ غنولي ضد المجلس على السلطه القضائيه؟ هي حكمت لي محاكمه عادله بمعنى الجهاد القضائي، حيت هما ياثروا فيا اكبر مني، غنكون ضد راي دوله، هذه راه الدوله قالت محاكمه عادله. دابا شكون اللي غياثر؟ واش البرلمان الاوروبي اللي رايه بعيد، ولا القاضي اللي فوقي مرتبط به اداريا وعافاك اخوتي المغاربه؟ بمعنى مع كل احترام السلطه القضائيه المغربيه، هذا نقاش اخوي بين صحفي وبين نقدر يكون عند حق نقدر ما يكونش، انا عا كنقول لكم بغيتوا تجاوبوا يجاوب البرلمان المغربي ما كاين باس، ايش جاوب وزاره العدل ما كاين باس، تجاوب الوداديه الحسنيه للقضاه ما كاين باس، تجاوب نادي قضاه المغرب ما كاين باس، ولكن المجلس الاعلى السلطه القضائيه اللي عنده سلطه على القاضي اللي شاد الملف ديال سليمان وعمر دابا وكيخرج بلاغ وهو كياكد التاثير دابا بهذا الشيء، واش الناس ما انتبهوش؟ واش الناس ما انتبهوش؟ انا نقول لكم هاد الفكره زعما ما خصناش نقول هذا الشيء المهداوي لانه فكره بحال ذاك البلاغ اللي دار على المعطي منجي من طرف المجلس على السلطه القضائيه، السيد ما عيطولو ما كذا، مع كامل الاسف بعض الاشياء كاين اعمال رائعه للمجلس على السلطه القضائيه وانا افتخر بها، ولكن كاين اشياء واش كمال الله ما ناقشوش القران؟ شنو هذا؟ ما تهضرش في ذاك الموضوع. دابا انا هاد سليمان وهاد عمر، انا ما نقولكش اسيدي اسيد واش عمرنا طالبنا ما يتحاكموش؟ ويتحاكموا محاكمه عادله. حنا كنطالبوا الانصاف لهاد الضحايا المفترضات، ولا هاد الضحايا المفترضين، لا ذاك الولد ولا ذوك البنات. حنا كنطالبوا بانصافهم، والانصاف ديالهم هو خص الناس تكون محاكمه عادله. واش عباد الله يتابعوا الناس في حاله اعتقال الصحفيين عندهم كل ضمانات الحضور؟ دابا حنا كنقولوا المغرب دوله قويه. دولة ذات سيادة ودولة قوية وعندنا المخابرات وكنقدروا نصدروا الخبرة ديالنا الأمنية لدول في العالم، واش كنقولوها ولا ما كنقولوهاش؟ وكندافعوا للدولة وعندنا جيش وعندنا حدود وعندنا كنعرفوا بلاد باش كيتعشى. أنت كدولة عندك مشروع الحكم الداخلي، وعلى الأقل عيب باش نعطيو صورة زوينة وسمعة المحاكم، هاد الصحفيين عارفين غيكونوا مراقبين من طرف العالم، إوا متعوهم بأكبر قدر من المحاكمة العادلة. شنو هو أكبر قدر؟ هو المتابحة الصراحة. دابا الصحافي بحال تعتيقال والمغتصب ديال البنت في مراكش بحال صرع. دابا قول لي ما تسوي ما تهضرش المهداوي، اش الصوره كتعطينا؟ والله لا قبلوا لك الحقيقه، البشر ما تقبلش الحق. البشر داير هكا ولا واحد المنطق خطاب المغاربه خصنا نقولوا الحقيقه باش نصلحوا بلادنا. راه الطبيب تيقول لك فيك هاد الديفو باش يدير لك العمليه، الطبيب لا خبى عليك يخليك تموت. ما كاينش شي مريض على الطبيب وفيه شي ديفو خطير. تصور شي طبيب الا كان غشاش ولا ماشي يقول الحق يقول لا صحتك زوينه وغدا غيموت السيد، تيقول لا الاستاذ خصك تحيد هذه الكلوه، غتحيد هذه القنصه، غتحيد هذه ها الحق المرض ديال، غتحيد هذه العيوب ديالك، زدتي شربتي غتموت، زدتي كميتي الحشيش غتموت، تيقول الحقيقه ودير مخروجك، دير اللي تسلكك كيصارحوا. هذا هو اللي خاص المغرب، خاصنا شي طبيب يقول الحقيقه للبلاد، ماشي نبقاو نزوقوا في الهضره. هاد الصحفيين دابا اللي خارجين دابا كيسحب ليكم انتم تخدمون بعض، ربما موظف ولا جوج في الدوله، ولكن كتهلكوا الوطن والمغرب ديالكم اللي عايشوا فيه ولادكم. من تدخلوا تبغي تبخس الموقف راه الانتحار وميريكان زعما خاص، واش غتخسر ميريكان؟ واش غتخسر اوروبا معانا؟ عباد الله شويه ديال الحياء الله يعطيكم السر. احنا دوله الحمد لله وعندنا السياده ديالنا وكنتقاتلوا ومغاربه وعندنا مؤسسات دستوريه وعندنا كنفتخروا بها وفئوا الرجال وكنحتارموا الدوله. وقولوا لنا والثاني كانت بيض قول حاشاكم نقول شي كلمه ولقوا يخرجوا منا شي اساليب هاد الماكيرين، تنهضروا بمنتهى المسؤوليه معاكم. ولكن كاين لحظه كنقول لبلادي الحقيقه الا بغيت نصلحها، قبل ما خصك تقولوا الحقيقه شنو فيك شنو ماشي فيك، حيت ملي ما كنقولوش الحقيقه الناس كنخليو دوك اللي فيهم الفعايد يتمادوا فعالهم. راه نتوما اللي كتخليو الناس يعتقلوا راه شكون اللي معتقل عمر وسليمان؟ والله حتى معتقل الصحفي معتقل الصحفي، والحقوقي معتقل الصحفي، والمحامي اللي معتقل الصحفي، لان المحامي ما كيقولش الحقيقه الراي العام، والصحفي ما كيقولش الحقيقه الراي العام، فمعناه كيشجع داك اللي ظلم عمر يزيد يدير عاوتاني حاجه اخرى، ولكن ملي كنخرجوا نديروا حتى لا يتكرر. هكا كنخدموا الوطن وكنخدموا بلادنا، فاتقوا الله. دابا البشر كيشنو عنده واحد الصالير كيدوزو في كونت، عنده واحد جبارطمات ولا ثلاثة صحفيين، حقوقيين عندهم واحد 20، هو ولدو ومرتو ولكن كيضحي بالوطن. كيقول لك أنا مالي أخو شكون عقل عليا في هذا البلاد؟ تيعاود لمو بنادم أنايا، داك كتدخل له واحد 10 مليون 20 مليون تيقول الحق كيما بغى. وهذاك المسؤول كيعطيه 10 ولا بإشهار طريقة قانونية غير قانونية ما كيهمناش، وهكا كيوقع التزييف والخوف، الناس ما قادرش تقول الحقيقة على سكوت. احنا خوتي المغاربة، احنا وكنعاودها لكم لأميتها. علاش مشيت أنا للبرلمان الأوروبي؟ علاش مشيت أنا للأمم المتحدة؟ ماني ما عنديش ملف، كاين شي دبابات، كاين شي وسخ.
وانا راني نحيح انا علاش حيت كنبغي هذا الوطن. شحال القضايا ديال المسؤولين اخوتي المغاربه، ما كنبغيش نهضر على مسؤولين بزاف، كتار قضايا في اوروبا وغير اوروبا وصح لكم ما كنشوفهاش. واش كيسحب لكم انا جبان ولا خواف؟ لا والله ما لهذا الاعتبارات، كنفكر بواحد المنطق، كنفكر في مصلحه البلاد بشويه، ماشي معناه انني كنضرك ولا كنخبع، ليس هذا هو المقصود، والله ما هذا هو المقصود بالله العلي العظيم. كاين اشياء كنشم فيها ريحه ديال ما راكباش مزيان، بعض المرات كتجي شي حاجه كنقول لها جات دابا بالضبط، كاين بعض المرات كنشوف شي مسؤولين صالحين، كاين بزاف ديال الاعتبارات انت ما تعرفهمش. نعطيكم واحد المثال، واحد المره قلتها وغنعاودها لكم، ولكن هذه يداوي الالباب، كنهضر مع مي العقوله، كاين حيت انا الجمهور ديالي منوع، كاين بعض البشر طوبيسي راه ما كنهضرش معاك، كنهضر مع الناس اللي كيفكوا الخطابات. حنا كان معايا واحد السيد بلا ما نقول اكس جريده، واحد السيده ما عندهاش مع الصحافه مزيان، ولكن عندها كتامل الجريده تخرج بخير، كتامن على ان الجريده ما تكون فيها حتى شي مخالفه قانونيه باش مول الجريده يمشي للحبس. اذا هذاك مول الجريده كيعرف ديك السيده واخا ما كاملاش مزيان في الاخبار وكذا، ولكن مني عندها قدره كتحفظ له الجريده واخا يسافر واخا صالح حالو، انت غتقولوا لا ماشي. واحد السيد كان خدام مع واحد السيد تيسرق له، كنعرفوا. قلت له فلان انت راجل مزيان وطيب، وهذاك السيد انت كتعرفو كيسرق لك، وعلاش كتخليه خدام عندك؟ شنو جاوب لي واحد جواب حكيم؟ قال لي حميد، قال لي انا ما كنحملش الشفاره وما كنضركش على الشفار، قال لي ولكن عطيني الخسائر والارباح. قلت له كيفاش؟ قال لي الشهاده، قال لي كيدي لي 6000 ريال وانا كنشوفه سارقه قدام، قال لي ولكن كل شهر كيربحني 2000 درهم، قال لي كيسرق 6000 وكيعطيني 2000 درهم. قال لي اي واحد نحيدو ونجيبو، قال لي عيدي لي 10000 ريال وما يجيبليش ديك 2000 درهم. قال لي اهول الخسائر. بمعنى قال لي بعض المرات كتعامل مع الشفار واخا انت عارفه شفار ما عندك عليه لين، تقدر تعامل مع شي مسؤول بعض المرات واخا كتعرفه ظالم وحقوق الانسان وكيزلق لك الزبايل والدور، ولكن كتلقاه واعر في الامن ولا واعر في الاستقرار ديال البلاد ولا شاد عليك شي باب ولا ولا. يعني هاد المثال اللي كنعطيكم كنهضر مع دوك الناس يبقاو شويه يحلوا عقلهم، اللي كنهضروا بواحد المعنى ولا بواحد الفلسفه. راه كنعرفوا كنهضروا بواحد المنطق، راه ساهله تكركل وتهضر واحد الهضره اللي هي غليظه. باش نساري هاد الفكره، هاد الناس اللي اليوم كيقولوا امريكا مع امريكا، علاش انا ما بغيش باغي نغطيو على الموقف الاوروبي؟ اخويا الموقف الاوروبي شدوا وخدم به وقوي به حقوق الانسان للدراوش والمزاليط وبلادك والمؤسسات. جاتك فرصه ملي كتكون لحظه الرخاء والدنيا، عاد تسوق لك شي واحد تغير البلاد ولا لا؟ تغيرت لك البلاد في 20 فبراير، تغيرت البلاد في الربيع شويه ديال النقاشات، تغيرت من بعد انقلاب ديال 71 و72، خرج الظاهره ديال 76، كل الاحداث الكبرى وقعت، كل الحكومات فوقاش دخلت، فوقاش الحكومه ديال اليوسفي عيط لها الملك حسن اللي كان عيط لها في الازمات، ملي جا تقرير البنك الدولي اللي قال المغرب راه تقرير 95 كان كارثي بكل المقاييس، منين الحسن الثاني هضر على السكته القلبيه، عرف راسو الملك غادي يموت وهضر على السكته القلبيه لانه كان عارف وراه مات مسكين بالقلب الله يرحمه في هذا النهار. اذا هذه الاحداث هي اللي القرار كتبدل البلاد وكتغير وكذا، ماشي لحظه السكون ولا بقينا ساكتين هكا. شحال ضربوا الدراري ديال الحبس؟ شحال دوزنا؟ واحد الانسان دوز 30 نهار اخو، حيت ما كانش الضغط لا داخلي لا خارجي ما والو، دوزتي على خاطرك. راه خاصك يكون الضغط، ولكن الضغط ما معنى الضغط؟ الضغط لفائده البلاد، لفائده الوطن، ماشي الضغط لفائده الاساءه، ماشي الضغط لفائده شي اجنده ولا تقسيم البلاد، ماشي من اجل الفتنه، ماشي من اجل مصالح البلاد، لا، الضغط من اجل حقوق الناس. شكون اللي كره يشوف دوله زوينه وغزاله؟ انتوما هاد الناس اللي في المغرب. يلا حالا ملي نقول لك اسيدي الدبابه كبرلمان مغربي ولا اش درتي بالسلام؟ انت رافض التدخل الاجنبي، واخا نمشي نسميه تدخل الاجنبي، واعطينا سلوكك الداخلي. انت كاس كضرب الصرف والكودرولات. يا بني شفاره بعضكم، ما كنقولش كلش، يا بني الشفاره تيسرقوا البلاد، كاسنا هما ولادهم كيتفتحوا والماكل والشراب، والناس كترشى في الحبس والحقوق كتهضم هما واكلين، وما يقولوا ان الوطن، وراه انتوما دير خدمتك ما يهضر حتى واحد. هاد البرلمان دابا هذا برلمان هذا في المغرب، السيد عنده تهرب ضريبي، هذه صوره تشرفنا، عنده تهرب ضريبي واحد الوقت ما خلص ويترأس مجلس النواب، عنده شي كدور رصيد وترأس مجلس النواب. انا الثاني يقول له عندي معاه مشكل شخصي، انا عندي معاه مشكل نفسي. باش تصارع الاوروبا، حنا عندنا تجربتنا الخاصه والفريده اي كانت تجربه، ولكن دابا هاد الصور مهمه عاديه، واحد النص ديال البرلمانيين تقريبا متابعين امر القضاء، شنو غتسنى منهم هاد الناس اللي متابعين امر القضاء؟ ولا غيعيط له بنادم غيجي ولا غدا يتكاو عليه بهذا المنطق؟ ماشي كاملين. هذا برلمان هذا دار شي موقف زوين في حقوق الانسان، دار شي عفو عام، دفع في اتجاه شي حل، طلب شي انفراج حقوقي هذا البرلمان المغربي هذا؟ هاد الاحزاب السياسيه كلها دارت شي انفراج؟ طلبت شي انفراج؟ مشات عند العائلات؟ شافت المحاكمات العادله؟ دارت شي مناظره على المحاكمات العادله؟ وهذيك الساكنه وما ثم ديروا ما تخليو ولا يدير. عباد الله
ايوا نتوما المغاربه ما اي ما يدخل فينا حتى واحد. وريونا نتوما اش غديروا. جالس مسكين عايز غريب بوحدو كيموت، وبعض الحقوقيين وبعض الصحفيين يشربوا بعض كافراد، وانتوما المؤسسه الدستوريه كلشي تخصو قراصو الصف. هي علاش تتصح عمر راضي 26 مره مشات الفرقه الوطني مالو مهرب؟ وعلاش يتشاف حاله اعتقال وواحد اغتصب بنت في الكويت، كويتي اغتصب بنت يتشاف حاله صار؟ علاش ما نتقلقوش على هذه؟ رؤساء الجامعات سرق الفلوس والثروات والخيرات وعطلوا التنميه. ايوا ويسرقوا زيد وملي يمشي عند القاضي بحال صراحه. والصحفي ما سرق حتى ريال تدوينه يمشي للحبس. وعلاه ملي كنقولوا حنا كدوله فشل المشروع التنموي، ما معنى فشل المشروع التنموي؟ شنو هو؟ شنو يفشل المشروع التنموي ويفشل؟ شنو كتعني هذيك؟ فشل النخب، فشل كل شيء. اذا كاين وضع خايب، راه رئيس الدوله اعترف بالفشل المشروع التنموي، الملك قال فشلوا المشروع. ايوا اذا كاين فشل وتقبلوا الناس يهضروا، تقبلوا الناس يناقشوا، واخا ما ناقشوا داخلي ما يدخل فينا حتى شيء. ايه وتشد بلادنا على الدبابه شنو زعما؟ وهي ما تهضرش خارو كيفاش هذا الغميق الخاوي؟ واخا دابا هاد الناس هادو، هاد 35 مليون مغربي اللي ضايع في الصحراء، فلوس ضايعه في الصحراء. شحال ديال الفلوس كتضيع في الصحراء خوتي المغاربه؟ يلاه دابا انا هو امريكان تيقول لك انا مشروع الحكم الذاتي مشروع واقعي، ما كيقولش حتى كندعمو والناس كيشدوا في الصحراء. دابا هاد الميريكان هادي اللي كتلعب على الحبلين شنو قالت؟ ما قالتش الشعب الصحراوي مشات الجزائر هاد المسؤوله، شنو قال في الجزائر؟ ياك قالوا الصحراء المغربيه وقالوا غيبني منا قرصونيه في العيون، ايوا فين هي؟ علاش ما بقاوش كيقولوا الصحراء المغربيه؟ لانهم طالبوا بحقوق الانفراج حقوقي، المغرب ما تفاعلش معاهم. راه كاينه لوبي وسط الكونغرس الامريكي عنده توجه حقوقي، كاينه كاينه وسط الخارجيه المغربيه واحد بعض الاطراف عندها مع المغرب باغيه نفس حقوقي. المسؤولين في المغرب ما بغاوش يفهموا راسهم، شادين معاهم الغنان ما كاين باس. ايوا تدخل في البرلمان الاوروبي اش غتقول عليه؟ حركته فرنسا زيد، وامريكا شكون حركتها؟ بوركينا فاسو. وحنا حنا شكون محركنا؟ شنو شكون حنا محركنا؟ يلاه قولوا مصر واقيلا محركنا، وعز غالي باش شكون هضراته؟ وهاد مع هذيك المره محمد خليفه والخبراء د البلاد واسيدي ما ندخلوش داروا ما داروش. كنقول لكم فلسفه الحسن الثاني الله يرحمه، مصالح العليا عندنا مشروع حكم ذاتي. ولا بغيتوا تحاكموا عباد الله غير طرفوا في المحاكمه عادي، عرفتي طرفوا وانتم كتخرقوا اول بدا المتابعه بحال الاعتقال، باقي بنادم كتشقموا في السماء، باقي التخربيق هبط عند الحبس. خطوره الافعال وعدم ضمانه الحضور، شنو هي عدم ضمانه؟ سولتيني على شي على شي على شي على شي كفاله وما عطيتهاش ليك؟ قلتي لي واش عندك لاكارت ناسيونال ما حطيتوش ليك؟ قلتي لي بطاقه المهنه وما عطيتش؟ وباش انت وكيل الملك كتقول عدم ضمانه الحضور؟ عطيها لي دي طيب. كيقول لك جمله كفضفاضه، انعدام ضمانه الحضور عند عمر، انعدام عند المهداوي، انعدام عند سليمان، انعدام عند هاجر الريسوني، انعدام عند عفاف. ما انعدام شنو انعدام؟ كتقولي انعدام ها علاش؟ سولتو على الكفاله وما حطهاش، بوانت عطيتو البوانتاج وهرب، سولتو على الباسبور، سولتو على السكنه، سولتو ما كيس انعدام ضمانه الحضور. عواكيل كيقول لك انعدام ضمانه خطوره الافعال، شنو هذا الفعل الخطير؟ واحد خينا كان كيجيب الدبابه من روسيا، هو فعل خطير، يلاه واسمع خطوره الافعال، وكتمشي تغرق. كيتلاقاوك من بعد في الطريق تيقول لك يا غلطنا وكذا، والمهم كل واحد كل واحد كيقول لك ولا سمح لنا، واحد كيقول لك لا، المواطنين كل واحد كيقول لك من. علاش اخوتي المغاربه ما نديروش واحد النقاش مسؤول؟ علاش اخوتي المغاربه ما تملكناش اليوم شجاعه الحسن الثاني الله يرحمه؟ علاش؟ علاش ما نقولوش الحقيقه لبلادنا؟ علاش؟ حنا مغرب دوله ذات سياده، حنا مغرب دوله ذات سياده، وحنا ما انطلقناش من الزيرو، حنا عندنا عندنا وعندنا. مشيتي نكذبوا ولا كنتبيضقوا ولا كنحسوا الكابال شي واحد، ولا كنت كنبخ كما تيقول البعض على مالي نعوار، ولا مال هذا المغرب شكون بناه؟ بناته الجزائر ولا هاد الطرقان وهاد المؤسسات؟ علاه ما كاينش مسؤولين؟ ما كاينش اجتهادات؟ كاينه بعض السلوكات شوشت على البلاد. حنا اليوم اش كنقولوا؟ فكروا بعقليه الامه، الامه المغربيه كبار من المسؤول مهما على شأنه. فكروا بهذه الفلسفه، فك غلبوا الامه المغربيه اللي فيها 35 مليون. شنو نعمل قشات صحافي ونضحي انا بالحكم الذاتي والصحراء ونقلق انا امريكا؟ شكون يعطيني انا؟ شكون اش نقول لكم؟ هذا الحكم هذا الصحراء مع من حنا قابلين؟ قابل المجتمع الدولي. ايوا امريكان كتقول لك طلق ما بغينا نطلقوا، اوروبا طلق ما بغاتش تطلقوا، زيد هاكا الحكم الذاتي. واش حنا ما قدرناش نتواصلوا مع عزيز غالي؟ ما قدرناش نتواصلوا مع سليمان؟ ما قدرناش نتواصلوا مع المهداوي؟ ما قدرناش نتواصلوا مع هاجر؟ وغنتواصلوا مع البوليزاريو؟ دابا اوروبيين كيشوفوا حاجه كيقول لك شو هاد الدوله ما قادراش تتواصل مع ولادها اللي لداخل؟ كيفاش غتواصل انت مع الحكم الذاتي وغتكوني جاده في المشروع الحكم الذاتي؟ حسن الثاني الله يرحمه ما خانتنيش الذاكره، الا ما خانتنيش الذاكره. كان كيقول لهم الفلوس والعالم والطابع. علاش حسن الثاني قال له بكل شيء نعطيه لكم؟ الفلوس لا، العالم لا، الطابع البريدي لا.
باش الحسن الثاني كان عارف ان الملف كبير وغيخلق له مشاكل باغي يلقى حل.